ايه والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما عرفنا المرة اللي فاتت الدي تي او هنقول عرفناها بنسبة 20%، مفيش مشكلة، او حتى لو ما عرفتهاش خالص ما تشيلش اي هم حاجة، تمام؟ واحنا شغالين دلوقتي احنا هنبني بروجكت من الزيرو، هنبنيه عادي خالص زي ما كنا شغالين قبل كده من غير الدي تي او، وبعد كده هنشوف ازاي هنقدر نزود الدي تي او عندنا في الابلكيشن، ونشوف هنقدر نستخدم الدي تي او ازاي. فلو ما فهمتش الفيديو اللي فات ما تشيلش هم اي حاجه، هنبدا نفهم مع بعض في البروجكت ونبنيه واحده واحده. تمام. دلوقتي انا هروح اعمل نيو بروجكت، تمام؟ هكريت بروجكت السبرينج انيشلايزر، تمام. خلينا في اللوكيشن نعمل النيم سبرينج دي تي او، تمام. خلينا نروح نحدد المكان، نخليها في الدي، ما فيش مشكله، او خلينا نكريت نيو فولدر جوه الدي نسميه وليكن سبرينج projects، تمام. جواها هنحط البروجكت بتاعنا اللي هو سبرينج دي تي او، تمام. هقول له باك سلاش سبرينج دي تي او، تمام، ما فيش مشكله. مافن جافا هقول له كوم دوت سبرينج دوت سبرينج دي تي او، ودي اللي هنبدا من عندها الباكج بتاعتنا، مفيش مشكله. خليها هنا سبرينج دي تي او واحده، جافا خليها جافا، تمام. 8 وجافا نيكست. خلينا نضيف، عاوزين السبرينج، خلينا نقول نضيف السبرينج ويب، وخلينا نضيف السبرينج ريست، او خلينا نضيف الايه الريست على طول اهو. خلينا الاول نضيف السبرينج داتا جي بي اي، ونضيف السيكوال ايه اللي هو الماي سيكوال اهو، ماي سيكوال، تمام. درايفر، تمام كده احنا ضفنا الويب والجي بي اي والدرايفر، فاضل عاوزين الريستفول الريست ريبوزيتوري، تمام. عاوزين حاجه تاني؟ يعني على ما اعتقد حاليا مش محتاجين حاجه تاني، حاليا مش محتاجين، تمام، مفيش مشكله. خلينا نعمل ايه؟ نعمل حاليا فينش، ولو في حاجه احتاجناها ان شاء الله هنبقى ايه، هنبقى نشوفها مع بعض. ده البروجكت بتاعنا هيبدا يكريته. خلينا نروح نشوف مكانه اهو، سبرينج بروجكتس، مفيش مشكله. فين السبرينج بروجكتس؟ اهي اهو سبرينج دي تي او. وخلينا نروح نرفعه برضه على جيت هاب عشان يبقى الحاجه معانا على جيت هاب وكل حاجه ايه، تمام. ببدا معاكم من الصفر اهو، حتى وانا بكريت البروجكت سبرينج دي تي او، قصدي انا اسف جيت هاب، مفيش مشكله. خلينا نروح عندي اهو نكريت نيو ريبوزيتوري، تمام اهو نيو، هقول له هنا سبرينج دي تي او، واخليها بابليك اهي، واعمل كرييت للروبوزيتوري. هروح هناك زي ما انت بتعلم الجيت، اكيد واحد متعلم الجيت، هعمل جيت انت، هعمل انيشلايز للجيت، هقول له جيت اد اول، هقول له جيت
كوميت داش ام واكتب اسم الكوميت هقول له init project ATO او create اهو create project ATO وهروح هناك هجيب 3 كوميت او 3 كوماند دول واعمل لهم بيست هنا على طول عشان ايه يبدا ايه يبدا يرفعهم اهو مش راضي يعملوا كوبي بيست ليه اهو تمام عملت بوش يبدا يعمل بوشنج تمام خلاص هنعمل ريلود تمام مفيش مشكله وكله تمام 10 على 10 اهو ان شاء الله من المره الجايه نبدا بقى نكريت البروجكت بتاعنا ونكريت اللايرز ونكريت الموديل ونبدا نعمل ريكوست بسيط وبعد كده نحوله للدي تي او ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا هسيب لك لينك في فيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكربشن وكمان ان شاء الله هسيب لك لينك الجيت هاب ده تحت في الديسكربشن عشان لو احتجت منه اي حاجه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.